الوغ لي كا، اول حاجه قال لك هاو البروكاريوت ديفرنت فروم اوكاريوت، يعني ما هي لا ديفيرونس بين خليه غير حقيقيه النواه بروكاريوت سيل ولا اون سيلول بروكاريوت، والفرق بين خليه حقيقيه النواه اللي نسميوها سيلول اوكاريوت ولا اوكاريوت سيل. اول وجه اختلاف قال لك the way their DNA is packaged، يعني أول فرق سي لاديان تاعهم أو المعلومة الوراثية دي ان اي. ليغا الخلية حقيقية النواة أو لا سيلول بروكاريوت ولا نسميوها لكم بلونجلي دوكا أوكاريوت سيل. لو كاريوت سيل هذه خاوتي لوجيكمون راح يكون عندها غلاف نووي، يعني المعلومة الوراثية تاعها لاديان تاعها محمي بغلاف نووي. اوكي دونك عندها نواة حقيقية. اوكي بينما لا سيلول بروكاريوت او البروكاريوت سيل هذه خوتي لا دي ان تاعها ولا الدي ان اي تاعها يجي ديريكتومون في الهيولة ديريكتومون في السيتوبلازم، دونك هي خلية غير حقيقية النواة. دونك على هذه قال لك ذو واي دار دي ان اي از باكج نو نوكليوس. هنا نقولوا بلي لا سيلول بروكاريوت ما عندهاش نواة، في الحق ماشي ما عندهاش، مي لا دي ان تاعها غير محاط بغلاف نووي، دونك على هذه كيشغل ما عندكش. النقطة الثانية تاع الاختلاف على مستوى الدي ان اي سي قال لك نوت رابت اراوند هيستونز، يعني خوتي لا دي ان تاعها اون بلوس ما يكونش ملوي على الهيستونات. أميرة ما فهمناش تلفتنا، شوفوا خوتي ببساطة نسيت نشرح بالعربية وانجلي وفرنسية وميم طون باش نوضحلكم. الو حنا في الخلية حقيقية النواة كاين الهيستونات، الهيستونات هي بروتينات، وش يدير هذا البروتين؟ يلتف عليه لاديان، يعني لاديان يلتف على الهيستونات في الخلية حقيقية النواة، يعني اللي عندها نواة نورمال. بصح في الخلية غير حقيقية النواة لا سيلول بروكاريوت او بروكاريوت سيل قال لك not wrapped around histones، يعني لاديان دي ان اي باردون دي ان اي هذا خالتي ماشي ملوي على لي زيستون، ماشي كيما ماشي كيما باردون اوكاريوت سيل. اوكي هذا معك. وجه الاختلاف الثاني خوتي more the way their DNA is packaged عندنا the makeup of their cell wall. هنا the cell wall هذه شو عليها معناها الجدار الخلوي ولا نسميوها بالفرنسية la paroi cellulaire الجدار الخلوي. The makeup of their cell wall يعني التوضع تاع الجدار الخلوي بين eukaryote cell and prokaryote cell ماشي هيك. ما هي الاختلافات؟ أول حاجة قال لك بكتيريا بيبتيدوغلوكان، بكتيريا بيبتيدوغلوكان معناها خاوتي بروكاريوت سيل فيها واحد المكون اللي اسمه بيبتيدوغلوكان، هذا المكون يعني يكون كاين في البروكاريوت سيل the cell wall في الجدار الخلوي تاع البروكاريوت سيل تاع الخلية غير حقيقية النواة، وما يكونش كاين هذا البيبتيدوغلوكان في الخلية حقيقية النواة ولا الأوكاريوت سيل. جو ريبيت خوتي وجه الاختلاف الثاني the makeup of their cell wall، يعني التوضع تاع لا باغوا ولا تاع الجدار الخلوي يختلف بين the prokaryote cell and the eukaryote cell. ما هو الاختلاف خوتي؟ أول نقطة اختلاف سي البيبتيدوغلوكان هذايا اللي هو مركب كيميائي يكون متواجد في البروكاريوت سيل ويكون ما كاينش في الأوكاريوت سيل. نقطة واحدة أخرى قال لك أوركيتال and made of other chemicals distinct to them. هنا خوتي بون نبسطها لكم بالعربية، الخلية البروكاريوت الخلية غير حقيقية النواة البروكاريوت سيل هذه ديجا هي بروحها فيها انواع، يعني كاين انواع تاع لا سيلول البروكاريوت، كاين لي زاركي باكتيري وكاين لي زو باكتيري. اميره وشنو هذا دخنا تلفت لنا خوتي شوفوا تابعوا معايا بالعقل يا اخي، واش قلنا؟ قلنا بروكاريوت سيل معناها الخلية غير حقيقية النواة، واش معناها؟ معناها هي الخلية اللي النواة تاعها ما تكونش محاطة بغلاف نووي، دونك لاديان يكون ديريكتومون في الهيولة، على هذه سميناها غير حقيقية النواة. اوكي صح،
هذه الخلية غير حقيقية تنوّت فيها أنواع الأماكن، هي نفس البكتيريا، يعني اللي يعرف البكتيريا هي نفس سيلول البروكاريوت ولا بروكاريوت سيل. صح، دوك عندنا حاجة مهمة أنك تعرف بلي البكتيريا كاين منها أنواع، مثلا لي زاركي باكتيري اي لي زول باكتيري. أركي هنا سي أون أونغلي، هذه نوع من أنواع لي سيلول البروكاريوت. قال لك هذه أركي تاوث أند ميد أوف أذر كيميكالز ديستينكت تو ذيم. قال لك هذه الأركي مثال نوع من أنواع لي سيلول البروكاريوت، نوع من أنواع عفوا البكتيريا. قال لك تاوث معناها الي ريزيستانت، مقاومة، والجدار الخلوي تاعها، باسكو رانا نحكيو على الجدار الخلوي توجور، الجدار الخلوي تاعها مكون من مكونات سبيسيال، يعني شغل عندها مكونات في الجدار الخلوي تاعها ما نلقاوهاش في الخلايا واحد اخرين. يعني راه واش دخل هذه في هذه؟ هنا خاوتي ما تنساوش بلي رانا نديرو لا ديفيرونس بين بروكاريوت سيل اند اوكاريوت سيل. الوجه تاع الاختلاف الاول سيتي الدي ان اي، الوجه تاع الاختلاف الثاني سي سيل وول او السيلول بروكاريوت. قلنا اول نقطه باللي لا سيلول بروكاريوت في السيل وول تاعها كاين البيبتيدو غلوكان اللي هو ماده كيميائيه خاصه. والنقطه الثانيه قال لك كاين ديجا نوع من انواع البكتيريا اللي هو هذو هما لي زاركي، فيهم مواد كيميائيه كاع واحد اخرين يعني سبيسيال ليهم. دونك اول اختلاف بين سيلول بروكاريوت والاوكاريوت سي الدي ان اي كيفاش يتوضع. النقطه الثانيه سي سيل وول او الجدار الخلوي لا فهو. النقطة الثالثة خالتي وجه الاختلاف الثالث، قال لك their internal structure يعني la structure interne ولا البنية الداخلية تاعهم. La cellule prokaryote أو prokaryote cell no complex membrane bound organelles، يعني خالتي la cellule prokaryote ما نلقاو حتى عضية كي شغل كومبليكي. دوك نفهمكم ببساطة، الخلية البكتيرية خالتي ما فيهاش الداخل، زعما ما نلقاوش جهاز جولجي، ولا نلقاو مثلا ميتوكوندري، ولا نلقاو شبكه هيوليه محببه. نهضر لكم بالعربيه باش نفهمكم، باسكو هادو هما العضيات، هما العضيات اللي جو كومبلكس يعني معقده. في الخليه البكتيريه ما نلقاوهمش، ما كاش هادو هما لي زورغانيز. واش نلقاو اميره؟ دونك نلقاو ريبوزومات، نلقاو شغل حاجه بسيطه. دونك هنا قال لك their internal structure، كاين فرق واسع شاسع بين prokaryote cell plus structure interne تاعها وال eukaryote cell plus structure interne تاعها. انه la cellule prokaryote ولا prokaryote cell no complex membrane bound organelles، ما نلقاو فيها حتى عضية كومبليكي داخل. فوالا، نروحو للنقطة الثانية خوتي اللي هي prokaryotic form and function، يعني نحكيو على لا فورم تاع بروكاريوت سيل ونحكيو على الفانكشن تاعها او الادوار تاعها تو سامبل. الو نبداو بلا فورم تاعها، الشكل تاعها. بروكاريوتيك سيل راح نقسموها الى ثلاثه اجزاء، اكسترنال سيل انفلوب و انترنال. واش معناها؟ معناها راح نشوفوا واش فيها من برا، الاكسترن تاعها البرا تاعها. سيل انفلوب واش فيها كطبقات تحيط بها ولا تغلفها كيما الغشاء الهيولي والجدار الخلوي. انترنال واش فيها عضيات الداخل. صافا خاوتي نبداو بسم الله. اكسترنال قال لك اول حاجه فيها اباندج. اباندج هذه خاوتي سي لي زابانديس. قلت لكم نعتذر على الى راني ندير اخطاء في النطق ولا راني نحاول، حتى راني نحاول معكم الاول، حنا قريناهم كاع اون فرونسي دونك راني نعاود نقرا معاكم. الو ابانديش هذه خوتي معناها لي زابانديس، لي زابانديس معناها الزوائد. تسمى خوتي الخليه البكتيريه نقدروا نلقاو فيها زوائد خارجين منها. ده مكان مور ابانديجز اللي هي لي زابانديس ولا الزوائد. عندنا فلاجيلا ولا فلاجيلا هكا ينطقوها. فلاجيلا خوتي سي تو سامبلومون لو فلاجيل. لو فلاجيل هو الصوت، يعني هذاك كي شغل لاكو اللي تمشي بها الخلية البكتيرية. الصوت خاوتي هو هذاك اللي يجي شغل هكايا تمشي به الخلية. فهمك؟ عندنا بيلي خاوتي، بيلي ولا نسميوها بالفرنسي لو بيلي. بيلي خاوتي هي زوائد، هايليك زوائد، هايليك هذه اللي راهي بالخضر بالفر، هاوليك الفلاجيلا ولا لو فلاجيل هاوليك.
وبيرني خاوتي هي هاد الزوائد اللي راهم هنايا. الدور تاعهم خاوتي هاد الزوائد ولا البيرني يعاونوا الخلية البكتيرية باش تلصق في لي سورفاس، يعني شغل كوم سي خاوتي كيما البونتوز، شتو البونتوز ولا عيار ولا، يعني شغل يعاونوها باش تلصق في الزجاج، باش تلصق في حيط، باش تلصق في ارض، دونك يعاونوها باش تلصق. فوالا بيرني هادي. بالطبع نلقاو تاني خوتي فيمبريال. فيمبريال هي لي سيل، لي سيل يعني الاهداب. راح تقولوا لي البيلي هو الاهداب كيف كيف؟ لا لا خوتي، الفيمبرياي ولا الاهداب تجي رقيقه بارابور للبيلي، هي تشبه لها تجي كيما هي، تشبه لها سوا سوا، برك تجي رقيقه السمك تاعها شغل رقيق. اوكي في الطول يجي شغل بريسك هكايا، حتى في الطول يجو قصار هكا. فوالا فيمبرياي. جليكوكاليكس، جليكوكاليكس، الجليكوكاليكس هذا خوفي كيما الاسم تاعو نقدروا نعرفوه. جليكوكاليكس سي جاي من كلمة جليكو معناها جلوكوز سكر، هو سكر خوتي يقدر يكون متوضع فوق الغشاء الهيولي تاع الخلية، يعني نصير البروكاريوت نقدر نلقى عندها جليكوكاليكس اللي هو السكر. وديجا هذا الجليكوكاليكس راح نحكيو عليه تري تري بيان في الشابيتر تاع مومبران بلازميك، يعني الغشاء الهيولي. فوالا نقدروا نلقاو فيها خاوتي كابسول. كابسول معناها ان كابسول معناها محفظة تحيط بالخلية البكتيرية في بعض الأحيان. محفظة، المحفظة تكون فوق الجدار الخلوي، نوريها لكم هنا راهي بالغوج. شوفوا المحفظة ولا الكابسول هي الأولى، موراها بالصفر كاين ساو ولا الجدار الخلوي لاباروا، ومن بعد كاين بلازما ممبرين يعني لا مومبران بلازميك أو الغشاء الهيولي. أكثر حاجة نقدروا نلقاوها سي سلايم لاير. سلايم لاير يعني نقدر نلقى في بعض الأحيان طبقة هلامية، طبقة مخاطية تحيط بالخلية البكتيرية من برا. هذه الو جايز، كملنا مع اكسترنال معناها واش كاين على برا. نروح دوكا لسيل انفلوب يعني واش كاين كأغلفة او أغشية تحيط بروكاريوت سيل. عندنا ثلاثة خوتي، اوتر مومبران، سيل وول، وسيل مومبران. اوتر مومبران خوتي هي الكبسول، محفظة تجي على البرد. الدوزيام سي سيل وول هي الجدار الخلوي لا باغوا. الثالثة هي سيل مومبران وهي الغشاء الهيولي، هامليك كابسول سيل وول بلازما مومبران او مومبران بلازما. دوكا الانترنال خوتي عندنا السيتوبلازم يعني لو سيتوبلازم ولا الهيولة أول حاجة نلقاوها. النقطة الثانية رايبوزومز، رايبوزومز معناها الريبوزوم، جو سيكو تعرفوهم رايبوزومز هي نفسهم الريبوزومات تو سامبلون. خوتي هي انكلوجن، انكلوجن هي شغل زوائد نقدروا نلقاوهم داخل الخلية البكتيرية، زوائد شغل عضيات صغار بصح هما ماشي عضيات يعني ما عندهم حتى دور. الو الرابع خوتي اللي هو النيكلويد ولا كروموزوم. كروموزوم ولا نيوكليويد سي تو سامبلومون المعلومه الوراثيه دي ان اي، يعني الADN اللي كاين قاسم البروكاريوت. عندنا اكتين سيتوسكيلتون، هنا خوتي هذا سي لو سيتوسكيلت ولا الهيكل الخلوي، هذا ما تعرفوش دونك اعطيكم برك واش معناها. شتو كيما حنايا عندنا هيكل عظمي يشد لنا الجسم تاعنا ويشد لنا لا فورم تاعنا، الخلية عندها سيتوسكيلت. اوكي سيتوسكيلت هو هيكل خلوي يشد لها الشكل تاعها، هذا ما عرفتوش وجامي قريتوه، مي راح نقراوه في لي شابيت تاع سيلول تاع بيولوجي سيلولير.
حاجة خوتي اللي هي اندوسبور، أو هي عبارة عن حويصلات دي سبور نلقاوهم داخل الخلية البكتيرية، يعني نلقاو داخلها حويصلات صغار وجايين على الداخل، لكن نسميهم اوندو. اوندو معناها جايين من داخل، دونك اندوسبور هي حويصلات يجوا على الداخل. فوالا خوتي، جو في ماغيتي ايشي. J'espère que jusqu'à présent ça va. Mais donc à l'heure de t'avoir eu d'accord, ou à l'heure est-ce que vous avez bien compris ou à l'heure de vous parler de ça. شكرا لتتبع تاعكم، بارطاجيو لا فيديو باش تكون صدقة جارية لكم، راها علمي ينتفعوا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.